السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الخامس الابتدائي، نكمل مع بعض تاني درس في الوحدة الثالثة لمنهج التربية الدينية، وهو بعنوان يوم الزين. احنا هنتكلم النهاردة في الدرس دوت عن ما المقصود الأول بيوم الزينة، وهنتكلم عن قصة سيدنا موسى عليه السلام ونهاية فرعون وهامان. في يوم من الأيام جمع الحاج رمضان أهله وجيرانه وأخذ يحكي لهم عن قصة سيدنا موسى عليه السلام التي جرت وقائعها على أرض مصر. بيجي لي سؤال مهم جدا، ما الأرض التي وقعت عليها أحداث قصة سيدنا موسى وفرعون؟ هنجاوب نقول إيه؟ على أرض مصر. فنصر الله الحق وهزم الباطل. أرسل الله سيدنا موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه لكي يؤمنوا بالله ولكي يكفوا عن ظلم الناس. سؤال مهم جدا، لماذا أرسل الله موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه؟ لكي يؤمنوا بالله ولكي يكفوا عن ظلم الناس. دخل موسى ومعه أخوه هارون على فرعون، سلم عليه وكلماه بهدوء تام. موسى، نحن ندعوك وقومك لعبادة الله الواحد الأحد. فرعون، وهل هناك إله غيري؟ فرعون، وهل هناك إله غيري؟ موسى رد عليه قائلا، ليس هناك إله سوى الله الواحد الأحد الذي خلق هذا الكون، وأنت يا فرعون واحد من خلقه. فرعون رد عليه وقد أذهله الرد، لقد ربيتك في بيتي يا موسى، لقد ربيتك في بيتي يا موسى بعد أن وجدناك في البحر، ألا تذكر ذلك؟ موسى، نعم أذكر ذلك، نعم يا فرعون، ولقد جئت أهديك إلى عبادة الله الواحد الأحد، ومعي معجزة من الله سبحانه وتعالى. ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان ضخم ينظر لفرعون بغيظ، وأخرج موسى من يده من جيبه فإذا بنور شديد ينبعث منها. ثم تناول موسى عليه السلام الثعبان فعاد عصا كما كان، وعادت يده كما كانت. سؤال مهم جدا، ما المعجزة التي بينها سيدنا موسى لفرعون؟ هيبقى عندي المعجزة أنه ألقى عصاه فإذا هي ثعبان ضخم، وأخرج موسى يده من جيبه فإذا هي بنور شديد ينبعث منها. ثم تناول موسى الثعبان مرة أخرى فعاد كما كان عصا، وعادت يده كما كانت. فرعون جمع وزراءه وقال لهم، هذا ساحر. رد الوزراء جميعا، نعم نعم هذا ساحر كبير. هامان الوزير، ده الوزير بتاع فرعون، أرى يا سيدي أن نجمع له السحر من أنحاء مصر حتى يعرف هذا الساحر قدره. فرعون، موعدنا يوم الزينة يا موسى، وسنجمع لك الناس ليشاهدوا هزيمتك في يوم عيدنا. اجتمع الناس في ساحة كبيرة، مكان كبير، ونصبت لفرعون خيمة كبيرة، ووقف السحرة مستعدين. موسى قال للسحرة، ألقوا ما أنتم ملقون. ألقى السحرة عصيهم وحبالهم، فخيل للناس أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى من قدرة السحرة على خداع الناس، ولكن الله ثبته وأعلمه أن السحر الذي جاءوا به إنه خداع وإهام للناس ولا يغير في حقيقة الأشياء. وأمره الله سبحانه وتعالى أن يلقى عصاه، فألقى موسى عليه السلام عصاه فتحولت إلى ثعبان هائل ابتلع في لحظات كل ما ألقى السحرة. نظر السحرة بعضهم إلى بعض في صمت وسكون من هول المفاجأة. صاح فيهم فرعون، ما هذا ما هذا، افعلوا شيء ولا تقفوا هكذا، لابد من أن تؤدبوه وتهزموه. السحرة ردوا قائلين، آمنا برب موسى وهارون. فرعون بقى إيه؟ مش هيسكت. فرعون قال لهم، ماذا قلتم أيها الماكرون؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل. رد السحرة قالوا له، إيه؟ افعل ما تشاء، فنحن نحمد الله على نعمة الهداية ونرجو أن نقابل ربنا مؤمنين. يبقى هنا سؤال مهم جدا، ماذا قال فرعون في تهديده للسحرة؟ قال لهم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل.
ماشي. ما كان رد الصحراء على هذا التهديد؟ قالوا له افعل ما تشاء فنحن نحمد الله على نعمة الهداية. فرعون وهو يغادر المكان كان غاضبا، قال لتعلمن من أشد عذابا وأبقى، موسى ومن معه من المؤمنين، الله خير وأبقى. وآمن كثير من بني إسرائيل بموسى عليه السلام، واستمرت مصر منارة للهداية وأرضا للإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.